أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل قول الإمام الشافعي رحمه الله بالتشهير بأهل الكلام يرد به على من يقول هذه الأيام لا يجوز له التحذير ممن يدعو إلى الله من المفكرين وحمى التاب والقصاصين، فإن هذا يعتبر غيبة؟ إيش يجيب هذا الكلام الشافعي؟ هذا ما هو بلم كلام الشافعي. الشافعي يقول: الذين استبدلوا الأدلة من القرآن والسنة بأدلة المنطق، هذا قصد الشافعي. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.